بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبع هداه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فهذا هو الدرس 57 من دروس تفسير سورة البقرة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله. نتابع فيه قراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآيتين 30 و 31 من هذه السورة الكريمة، وهما قول ربنا عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وقد وقفنا عند المسألة الخامسة من المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير قوله تعالى: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، حيث يقول المسألة الخامسة: التقديس التطهير، التقديس معناه التطهير، ومنه الأرض المقدسة أي المطهرة. ثم اختلفوا على وجوه، أحدها نطهرك أي نصفك بما يليق بك من العلو والعزة، وثانيها قول مجاهد: نطهر أنفسنا من ذنوبنا وخطايانا ابتغاء لمرضاتك، وثالثها قول أبي مسلم الأصفهاني: نطهر أفعالنا من ذنوبنا حتى تكون خالصة لك، ورابعها نطهر قلوبنا عن الالتفات إلى غيرك حتى تصير مستغرقة في أنوار معرفتك. قالت المعتزلة: هذه الآية تدل على العدل من وجوه. المعتزلة حاولوا الاستدلال بهذه الآية على صحة مذهبهم، فقالوا: هذه الآية تدل على العدل من وجوه، أحدها قولهم أي قول الملائكة: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. أضافوا هذه الأفعال إلى أنفسهم، فلو كانت أفعالا لله تعالى لما حسن التمدح بذلك، ولا فضل لذلك على سفك الدماء، إذ كل ذلك من فعل الله تعالى. لو كانت هذه الأمور من فعل الله عز وجل لما صح أن يمدحوا أنفسهم بذلك. وثانيها لو كان على لكان يجب أن يكون الجواب أن يقول الله عز وجل: إني مالك أفعل ما أشاء. وثالثها أن قوله تعالى: أعلم ما لا تعلمون، يقتضي التبري من الفساد والقتل، لكن التبري من فعل نفسه محال. إذن قالوا: قوله تعالى: أعلم ما لا تعلمون، يقتضي أن يتبرأ من الفساد والقتل، فلو كانت هذه أفعالا له لما تبرأ منها. ورابعها: إذا كان لا فاحشة ولا ولا جور إلا بصنعه وخلقه ومشيئته كما تقولون، فكيف يصح التنزيه والتقديس. وخامسها أن قوله: أعلم ما لا تعلمون، يدل على مذهب العدل، لأنه لو كان خالقا للكفر لكان خلقهم لذلك الكفر، فكان ينبغي أن يكون الجواب: نعم خلقتهم ليفسدوا وليقتلوا. فلما لم يرضى بهذا الجواب سقط هذا المذهب. هذا رأي المعتزلة، يعنون بذلك سقط القول بأن الله تعالى خالق أفعال العباد. وسادسها: لو كان الفساد والقتل من فعل الله تعالى لكان ذلك جاريا مجرى ألوانهم وأجسامهم، وكما لا يصح التعجب من هذه الأشياء فكذا لا يصح التعجب من الفساد والقتل. يقول الإمام: والجواب عن هذه الوجوه المعارضة بمسألة الداعي والعلم، والله أعلم. والإمام ذكر الإجابة عن هذه الأدلة في غير موطن من تفسيره، فاكتفى هنا بالقول إن الإجابة عن أدلة المعتزلة تكون بمعارضتهم بمسألة الداعي والعلم.
وللتوضيح أقول بنى المعتزلة مذهبهم على أصول خمسة، وهي العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما العدل فستروا تحته نفي القدر، وقالوا إن الله تعالى لا يخلق الشر ولا يقضي به، إذ لو خلقه ثم عذب العباد عليه لكان ذلك جورا. والله تعالى يكون في ملكه ما لا يريده، فيريد الشيء ولا يكون، ويلزم من ذلك وصفه عز وجل بالعجز، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأما التوحيد، لأنهم يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد، وأما التوحيد فستروا تحته القول بخلق القرآن، إذ لو كان غير مخلوق للزم تعدد القدماء. ويلزم على هذا القول الفاسد أن علم الله تعالى وقدرته وسائر صفاته مخلوقة. وقد سمى المعتزلة أنفسهم أهل العدل والتوحيد أو العدلية، وهي أسماء مدح اخترعوها لأنفسهم. المسألة السادسة، إن قيل قوله إني أعلم ما لا تعلمون، كيف يصلح أن يكون جواباً ذكروه؟ هم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، فأجابهم الله عز وجل بقوله إني أعلم ما لا تعلمون، يصلح أن يكون تعالى جواباً عن سؤالهم. قلنا قد ذكرنا أن السؤال يحتمل وجوها، أحدها أنه للتعجب، فيكون قوله تعالى أعلم ما لا تعلمون جوابا له. كيف يقول تعالى قال لا تتعجبوا من أن يكون فيهم من يفسد ويقتل، فإني أعلم مع هذا أن فيهم جمعا من الصالحين وأنت. وثانيها أنه للغم، فيكون الجواب لا تغتموا بسبب وجود المفسدين، فإني أعلم أيضا أن فيهم جمعا من المتقين، ومن لو أقسم على الله عز وجل لأبره. وثالثها أنه طلب الحكمة، أي أن المقصود بالسؤال طلب الحكمة، فجوابه أن مصلحتكم فيه أن تعرفوا وجه الحكمة فيه على الإجمال دون التفصيل، بل ربما كان ذلك التفصيل مفسدة لكم. ورابعها أنه التماس لأن يتركهم في الأرض، وجوابه إني أعلم أن مصلحتكم أن تكونوا في السماء لا في الأرض. وفيه وجه خامس يقول الإمام، وهو أنهم لما قالوا نسبح بحمدك ونقدس لك قال تعالى إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم أن معكم إبليس وأن في قلبه حسدا وكبرا ونفاقا. ووجه سادس وهو أني أعلم ما لا تعلمون، فإنكم لما وصفتم أنفسكم بهذه المدائح فقد استعظمتم أنفسكم، فكأنكم أنتم بهذا الكلام في تسبيح أنفسكم لا في تسبيحي، ولكن اصبروا حتى يظهر البشر فيتضرعوا إلى الله تعالى بقولهم ربنا ظلمنا أنفسنا، وهذا على لسان آدم عليه السلام وزوجه، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وبقوله يعني بقول إبراهيم عليه السلام والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وبقوله يعني سليمان عليه السلام وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ثم انتقل الإمام إلى الآية 31، وهي قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. يقول اعلم أن الملائكة لما سألوا عن وجه الحكمة في خلق آدم وذريته وعن وجه الحكمة في إسكانه تعالى إياهم في الأرض، وأخبر الله تعالى عن وجه الحكمة في ذلك على سبيل الإجمال بقوله إني أعلم ما لا تعلمون، أراد تعالى أن يزيدهم بيانا وأن يفصل لهم ذلك المجمل. إذن قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون جواب على سبيل الإجمال، فأراد الله تعالى أن يزيدهم بيانا وأن يفصل لهم ذلك المجمل،
فبين تعالى لهم من فضل آدم عليه السلام ما لم يكن من ذلك معلوما لهم، وذلك بأن علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم عليهم ليظهر بذلك كمال فضله وقصورهم عنه في العلم. إذن ليظهر بذلك العرض كمال فضل آدم عليه السلام وقصور الملائكة عنه في العلم، فيتأكد ذلك الجواب الإجمالي بهذا الجواب التفصيلي. يقول: وها هنا مسائل. المسألة الأولى: قال الأشعري والجبائي والكعبي: اللغات كلها توقيفية. إذن هذا رأي الإمام الأشعري ورأي الجبائي والكعبي من المعتزلة، اللغات كلها توقيفية، بمعنى أن الله تعالى خلق علما ضروريا بتلك الألفاظ وتلك المعاني، بأن تلك الألفاظ موضوعة لتلك المعاني. إذن ما معنى كون اللغات توقيفية؟ أن الله عز وجل خلق في قلوب البشر علما ضروريا يقتضي بأن هذه الألفاظ موضوعة لتلك المعاني. يقول: واحتجوا عليه، أي على صحة مذهبهم، بقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. يقول الإمام: والكلام على التمسك بهذه الآية سؤالا وجوابا ذكرناه في أصول الفقه. سأذكر بعض كلام الإمام الذي أورده في المحصول وأبين رأيه في هذه المسألة بعد أن أفرغ من قراءة ما سطره هنا. وقال أبو هاشم الجبائي من المعتزلة: إنه لا بد من تقدم لغة اصطلاحية. إذن أبو هاشم الجبائي قال: اللغات اصطلاحية، واحتج على، يعني اصطلح عليها بين البشر، واحتج على أنه لا بد وأن يكون الوضع مسبوقا بالاصطلاح بأمور: أحدها أنه لو حصل العلم الضروري بأنه تعالى وضع هذه اللفظة لهذا المعنى لكان ذلك العلم إما أن يحصل للعاقل أو لغير العاقل. يقول: لا جائز أن يحصل للعاقل، أن يحصل ذلك العلم الضروري للعاقل، لأنه لو حصل العلم الضروري بأنه تعالى وضع ذلك اللفظ لذلك المعنى لصارت صفة الله تعالى معلومة بالضرورة، مع أن ذاته معلومة بالاستدلال وذلك محال. يعني يقول: لو خلق الله عز وجل العلم الضروري في قلوب البشر بأنه وضع ذلك اللفظ لذلك المعنى لاقتضى ذلك أن تكون المعرفة بالله عز وجل ضرورية، ولما صح التكليف، وسأبين هذا بعد قليل. يقول: ولا جائز أن يحصل لغير العاقل، لأنه يبعد في العقول أن يحصل العلم بهذه اللغات مع ما فيها من الحكم العجيبة لغير العاقل، فثبت أن القول بالتوقيف فاسد. هذا الوجه الأول الذي احتج به. وثانيها أنه تعالى خاطب الملائكة، وذلك يوجب تقدم لغة على ذلك التكلم. وثالثها أن قوله وعلم آدم الأسماء كلها يقتضي إضافة التعليم إلى الأسماء، وذلك يقتضي في تلك الأسماء أنها كانت أسماء قبل ذلك التعليم، وإذا كان كذلك كانت اللغات حاصلة قبل ذلك التعليم. ورابعها أن آدم عليه السلام لما تحدى الملائكة بعلم الأسماء فلا بد وأن تعلم الملائكة كونه صادقا في تعيين تلك الأسماء لتلك المسميات، وإلا لم يحصل العلم بصدقه، وذلك يقتضي أن يكون وضع تلك الأسماء لتلك المسميات متقدما على ذلك التعليم. يقول الإمام: والجواب عن الأول: لما لا يجوز أن يقال بخلق العلم الضروري بأن واضعا وضع هذه الأسماء أو وضع هذه الأسماء لهذه المسميات من غير تعيين أن ذلك الواضع هو الله تعالى أو الناس، وعلى هذا لا يلزم أن تصير الصفة معلومة بالضرورة حال كون الذات معلومة بالدليل. سلمنا أنه تعالى ما خلق هذا العلم في العاقل، فلما لا يجوز أن يقال إنه تعالى خلقه في غير العاقل؟ يقول: والتعويل على الاستبعاد في هذا المقام مستبعد. وثانيها: لما لا يجوز أن يقال خاطب الملائكة بطريق آخر بالكتابة أو غيرها؟ وعن الثالث: لا شك أن إرادة الله تعالى وضع تلك الألفاظ لتلك المعاني سابقة على التعليم،
فكفى ذلك في إضافة التعليم إلى الأسماء. وعن الرابع ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. ولتوضيح هذه المسألة أقول: اختلف الأصوليون في أصل اللغات على 5 مذاهب. ذكر الأصوليون 5 مذاهب أو 5 مذاهب في أصل اللغات. الأول التوقيفي مطلقا، قالوا أصلها توقيفي، وهو مذهب أبي الحسن الأشعري وابن فورك رحمهم الله. قال: إن الله تعالى وضعها وأطلع عباده عليها بأن علمهم إياها بالوحي. المذهب الثاني الاصطلاحي مطلقا، وهو مذهب أبي هاشم الجبائي وأتباعه من المعتزلة. قالوا: إن الألفاظ وضعها البشر واحد أو جماعة، ثم حصل تعريف الباقين بالإشارات والقرائن والترديد. الثالث بعضها توقيفي، والباقي يحتمل أن يكون توقيفيا أو اصطلاحيا. بعضها توقيفي والباقي يحتمل أن يكون توقيفيا أو اصطلاحيا، وهو مذهب أبي إسحاق الإسفرايني الأشعري. الرابع عكس الثالث، أن يكون بعضها اصطلاحيا والباقي يحتمل أن يكون توقيفيا أو اصطلاحيا. إذن الرابع عكس الثالث، ولم يكن لهذا المذهب تمسك معتد به. والخامس وهو مذهب القاضي الباقلاني وأتباعه، قالوا: جميع ذلك ممكن لذاته، يعني يحتمل أن تكون توقيفية أو اصطلاحية أو بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي. قالوا: جميع ذلك ممكن لذاته، وجميع الدلائل متعارضة، ولا ترجيح لأحدها على الباقي ترجيحا يفيد القطع. يقول الإمام في المحصول: كون اللفظ مفيدا للمعنى إما أن يكون لذاته أو بالوضع، سواء كان الوضع من الله تعالى أو من الناس، أو بعضه من الله تعالى وبعضه من الناس، فهذه احتمالات 4. الأول وهو أن يكون اللفظ مفيدا للمعنى لذاته وليس بالوضع، يقول هذا المذهب مذهب عباد بن سليمان الصيمري. والثاني وهو القول بالتوقيف، وهذا مذهب الأشعري وابن فورك. والثالث وهو القول بالاصطلاح، وهو مذهب أبي هاشم وأتباعه. والرابع هو القول بأن بعضه توقيفي وبعضه اصطلاحي، وفيه قولان: منهم من قال ابتداء اللغات يقع بالاصطلاح والباقي لا يمتنع أن يحصل بالتوقيف، ومنهم من عكس الأمر وقال: القدر الضروري الذي يقع به الاصطلاحي توقيفي والباقي اصطلاحي، وهو قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني. يقول: وأما جمهور المحققين فقد اعترفوا بجواز هذه الأقسام وتوقفوا عن الجزم. جمهور المحققين اعترفوا بجواز هذه الأقسام وتوقفوا عن الجزم في هذه المسألة، كما فعل الإمام الباقلاني. وقد عرض الإمام لهذه المسألة بالتفصيل في الكتاب الذي خصصه لتفسير الاستعاذة. الإمام خصص كتابا لتفسير الاستعاذة، وكتابا لتفسير البسملة، ثم كتابا ثالثا لتفسير سورة الفاتحة. وهذه الكتاب هذه الكتب الثلاثة جعلها في المجلد أو في الجزء الأول من تفسيره. فيقول في الكتاب الذي خصصه لتفسير الاستعاذة، يقول في المسألة 30 من باب المباحث المتعلقة بالكلمة وما يجري مجراها، كان هذا الباب اسمه المباحث المتعلقة بالكلمة وما يجري مجراها. يقول الإمام في المسألة 30: لا يمكننا القطع بأن دلالة الألفاظ توقيفية كما قال الأشعري، ومنهم من قطع به واحتج فيه بالعقل والنقل. أما العقل فهو أن وضع الألفاظ المخصوصة للمعاني المخصوصة لا يمكن إلا بالقول، فلو كان ذلك القول بوضع آخر من جانبهم لزم أن يكون كل وضع مسبوقا بوضع آخر لا إلى نهاية، وهو محال، لأن هذا يقتضي التسلسل، فوجب الانتهاء إلى ما حصل بتوقيف الله تعالى. هذا الدليل العقلي. وأما النقل فقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. يقول: وأجيب عن الأول بأنه لما لا يجوز أن يكون وضع الألفاظ للمعاني
يحصل بالإشارة، وعن الثاني لما لا يجوز أن يكون المراد من التعليم الإلهام، وأيضا لعل هذه اللغات وضعها أقوام كانوا قبل آدم عليه السلام، ثم إنه تعالى علمها لآدم عليه السلام. أن يقول القول بأنها توقيفية لا يسلم من هذه الاعتراضات. ثم قال في المسألة 31 من الباب نفسه لا يمكن القطع بأنها حصلت بالاصطلاح، كما قال أبو هاشم الجبائي وأتباعه من المعتزلة، يقول لا يمكن القطع بأنها حصلت بالاصطلاح خلافا للمعتزلة. واحتجوا أي المعتزلة بأن العلم بالصفة إذا كان ضروريا كان العلم بالموصوف أيضا ضروريا، فلو خلق الله تعالى العلم في قلب العاقل بأنه وضع هذا اللفظ لهذا المعنى لزم أن يكون العلم بالله ضروريا. إذن العلم بالصفة إذا كان ضروريا كان العلم بالموصوف أيضا ضروريا، فلو خلق الله تعالى في قلب العاقل علما بأنه وضع هذا اللفظ لهذا المعنى للزم أن يكون العلم بالله ضروريا، وذلك يقدح في صحة التكليف. وأجيب عنه بأنه لما لا يجوز أن يقال إنه تعالى يخلق علما ضروريا في القلب بأن واضعا وضع هذا اللفظ لهذا المعنى من غير أن يخلق العلم بأن ذلك الواضع هو الله تعالى، وعلى هذا التقدير فيزول الإشكال. وختم الإمام البحث في هذه القضية في المسألة 32. إذن في المسألة 30 ذكر رأي من قال بأن اللغات توقيفية، ثم أورد الاعتراضات على أدلتهم. وفي المسألة 31 ذكر رأي من قال بأنها اصطلاحية، ثم ذكر أدلتهم والاعتراضات عليها. وفي المسألة 32 ختم البحث في هذه القضية قائلا لما ضعفت هذه الدلائل جوزنا أن تكون كل اللغات توقيفية وأن تكون كلها اصطلاحية وأن يكون بعضها توقيفيا وبعضها اصطلاحية. إذن الإمام لم يحسم هذه المسألة وقال يجوز أن تكون اللغات توقيفية أو تكون اصطلاحية أو يكون بعضها توقيفيا وبعضها اصطلاحية. المسألة الثانية يقول من الناس من قال قوله وعلم آدم الأسماء كلها أي علمه صفات الأشياء ونعوتها وخواصها، والدليل عليه أن الاسم اشتقاقه إما من السمة أو من السمو، فإن كان من السمة كان الاسم هو العلامة وصفات الأشياء ونعوتها وخواصها دالة على ماهياتها، فصح أن يكون المراد من الأسماء الصفات. إذن هنا يقول القول الأول أن المراد بالأسماء صفات الأشياء، وإن كان من السمو أي إن كان اشتقاق الاسم من السمو فكذلك أي يدل على الصفات، لأن دليل الشيء كالمرتفع على ذلك الشيء، فإن العلم بالدليل حاصل قبل العلم بالمدلول، فكان الدليل أسمى في الحقيقة، فثبت أنه لا امتناع في اللغة أن يكون المراد من الاسم الصفة. بقي أن أهل النحو خصصوا لفظ الاسم بالألفاظ المخصوصة، ولكن ذلك عرف حادث لا اعتبار به. إذن هنا القول الأول أن المراد بالأسماء هنا صفات الأشياء. يقول وإذا ثبت أن هذا التفسير ممكن بحسب اللغة وجب أن يكون هو المراد لا غيره لوجوه، أحدها أن الفضيلة في معرفة حقائق الأشياء أكثر من الفضيلة في معرفة أسمائها، وحمل الكلام المذكور لإظهار الفضيلة على ما يوجب مزيد الفضيلة أولى من حمله على ما ليس كذلك، وثانيها أن التحدي إنما يجوز ويحسن بما يتمكن السامع من مثله في الجملة. ويضرب مثالا يقول فإن من كان عالما باللغة والفصاحة يحسن أن يقول له غيره على سبيل التحدي ائت بكلام مثل كلامي في الفصاحة، أما العربي فلا يحسن منه أن يقول للزنجي في معرض التحدي تكلم بلغتي، وذلك لأن العقل لا طريق له إلى معرفة اللغات البتة، بل ذلك لا يحصل إلا بالتعليم، فإن حصل التعليم حصل العلم به أي باللغات وإلا فلا، وأما العلم بحقائق الأشياء وصفاتها
فالعقل متمكن من تحصيله، فصح وقوع التحدي به، أي تحدي الملائكة بمعرفة صفات الأشياء إذا حملنا الأسماء على الصفات. القول الثاني وهو المشهور أن المراد أسماء كل ما خلق الله من أجناس المحدثات من جميع اللغات المختلفة. إذن القول الأول أن المراد بالأسماء الصفات، والقول الثاني أن الأسماء هنا على ظاهرها، والمراد أن الله عز وجل علم آدم أسماء كل ما خلق من أجناس المحدثات من جميع اللغات التي يتكلم بها ولد آدم اليوم من العربية والفارسية والرومية وغيرها. وكان ولد آدم عليه السلام يتكلمون بهذه اللغات، فلما مات آدم وتفرق ولده في نواحي العالم تكلم كل واحد منهم بلغة معينة من تلك اللغات، فغلب عليه ذلك اللسان، فلما طالت المدة ومات منهم قرن بعد قرن نسوا سائر اللغات، فهذا هو السبب في تغير الألسنة في ولد آدم عليه السلام. قال أهل المعاني: قوله تعالى وعلم آدم الأسماء لا بد فيه من إضمار، فيحتمل أن يكون المراد وعلم آدم أسماء المسميات، أي أنه حذف المضافة إليه، وعلم آدم أسماء المسميات، حذف المضافة إليه وأقام الألف واللام مقامه، وعلم آدم الأسماء. يقول ويحتمل أن يكون المراد وعلم آدم مسميات الأسماء، فحذف المضاف هنا وأقام المضاف إليه مقامه. قالوا لكن الأول أولى لقوله تعالى أنبئوني بأسماء هؤلاء، وقوله تعالى فلما أنبأهم بأسمائهم، ولم يقل أنبئوني بهؤلاء، ولم يقل وأنبأهم بهم، فلما أنبأهم بهم. فإن قيل فلما علمه الله تعالى أنواع جميع المسميات وكان في المسميات ما لا يكون عاقلا، فلما قال عرضهم ولم يقل عرضها؟ يقول لأنه لما كان في جملتها الملائكة والإنس والجن وهم العقلاء فغلب الأكمل، لأنه جرت عادة العرب بتغليب الكامل على الناقص كلما غلبوا. يقول الزمخشري وعلم آدم الأسماء كلها، أي أسماء المسميات، فحذف المضاف إليه لكونه مدلولا عليه بذكر الأسماء، لأن الاسم لا بد له من مسمى، وعوض منه أي من المضاف إليه، عوض منه من المضاف إليه اللام كقوله واشتعل الرأس شيبة، يقصد أن المعنى واشتعل رأسي شيبة، فحذف ضمير المتكلم وهو في محل جر مضاف إليه، هنا حذف ضمير المتكلم وهو المضاف إليه، وعوض منه اللام في قوله واشتعل الرأس شيبة. فإن قلت هل لا زعمت أنه حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، وأن الأصل وعلم آدم مسميات الأسماء؟ قلت لأن التعليم وجب تعليقه بالأسماء لا بالمسميات، لقوله أنبئوني بأسماء هؤلاء، وقوله أنبئهم بأسمائهم، وقوله فلما أنبأهم بأسمائهم. فكما علق الإنباء بالأسماء لا بالمسميات، فلم يقل أنبئوني بهؤلاء وأنبئهم بهم، وجب تعليق التعليم بها. وهنا يتضح أن الإمام الرازي أراد بقوله قال أهل المعاني أراد الزمخشري، ويظهر هنا أن الإمام الرازي أفاد من الزمخشري رحمه الله. فإن قلت ما معنى تعليمه أسماء المسميات؟ قلت أراه الأجناس التي خلقها وعلمه أن هذا اسمه فرس، وهذا اسمه بعير، وهذا اسمه كذا، وهذا اسمه كذا، وعلمه أحوالها وما يتعلق بها من المنافع الدينية والدنيوية، ثم عرضهم أي عرض المسميات. ويقول أبو حيان يحتمل أن يكون أسماء المسميات، يعني أن يكون المراد علمه أسماء المسميات، فحذف المضاف إليه لدلالة الأسماء عليه. ويحتمل أن يكون التقدير مسميات الأسماء، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. يقول ويترجح الأول وهو تعليق التعليم بالأسماء، يترجح بتعلق الإنباء به في قوله أنبئوني بأسماء هؤلاء، وفي الآية التي بعدها بقوله
فلما أنبأهم بأسمائهم وبقوله أنبئهم بأسمائهم ولم يقل أنبئوني بهؤلاء ولا أنبئهم بهم. ويترجح الثاني بقوله ثم عرضهم إذا حمل على ظاهره، لأن الأسماء لا تجمع كذلك. الأسماء لم يقل ثم عرضها، قال ثم عرضهم، فدل على عوده على المسميات. والذي يدل عليه ظاهر اللفظ أن الله تعالى علم آدم الأسماء ولم يبين لنا أسماء مخصوصة، بل دل قوله تعالى كلها دل على الشمول. والحكمة حاصلة بتعليم الأسماء وإن لم تعلم مسمياتها. ويحتمل أن يراد بالأسماء المسميات، فيكون هذا من إطلاق اللفظ والمراد به مدلوله. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.